كان عرض واحد مجموعة ديال الوسائل اللوجستيكية والآلية اللي كنستخدموها من أجل الإنجاز ديال الأعمال ديال المرور. منها على سبيل المثال عندنا الرادار، عندنا أجهزة مراقبة الكحول، عندنا الدراجات النارية من الحجم الكبير والمتوسط، بعض السيارات كذلك كنستعملوا بها في مجال المرور من أجل التحكم في مختلف التقاطعات الطرقية، مختلف لي زون اللي هما داخل المجال الحضري، من أجل تسهيل ديال المهمات ديال الأعمال ديال الشرطي المرور مختلف المدن. إذن هذا الرادارات اللي كنعملوا بها هي رادارات حديثة، تكنولوجيا متقدمة، كتعمل بالأشعة ديال الليزر، لازر في النهار، الأشعة ديال الانفراروج في الليل، إذن كيعملوا ليل نهار. المسافة اللي كناخذوا ممكن أننا نرصدوا بها السيارات المتجاوز السرعة كتوصل حتى 500 متر. كنعملوا بها في مختلف التقاطعات الطرقية اللي كتشهد السرعة واللي كتشهد حوادث السير. إذن هاد هي توثق بالصورة كذلك بالمقاطع الفيديو من أجل تثبت في حالة المنازعة ديال المخالفين أمام المحاكم، كندليو بها من أجل تكوين القناعة عند القضاة بأن هاد الأشخاص ارتكبوا حوادث هاد المخالفات ديال السرعة. جميع المخالفين اللي كترصدهم تصدهم الرادار إلا وأنهم يتم التوقيف ديالهم والأداء ديال الغرامات المناسبة حسب السرعة اللي كانوا جوزوا بها. هاد الفرق المتنقلة ديال السير الطرقي اللي هما دراجيين كيعملوا فهاد الدراجات ديال الحجم الكبير والحجم المتوسط كيسهلوا على الانسيابية والضمان ديال حركة السير باش تبقى دائما حركة بانسيابية دون توقف، نظرا بعض المرات كتوقع حوادث السير كتوقع القطاع ديال السير، إذا كتدخلوا في الوقت المناسب من أجل الإزاحة ديال حادثة السير بعد ما القيام بالمعاينة ديالهم طرف الشرطيين ديال اللي خدمين في مصالح ديال حوادث السير، وبالتالي ضمان ديال الانسيابية ديال السير وضمان الحركية في جميع المقاطع الطرقية. طبيعة الحال الدراجات الكبيرة اللي من الفئة ديال 1250 في الأسطانة ديالها كنستعملوها في المسافات الطويلة، ربما قد يعني كتكون الخفر ديال الشخصيات او الخفر ديال الاموال الى غير ذلك من المهام، اضافه للمهام ديال المرور، اذا كيكونوا يعني باش يتم التدخل ديالهم في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا، يعني سدا باش ما يبقاش يعني الطرق كتشد انقطاع معين في شي مقطع من المقاطع. المتوسطه كنعملوا بها كذلك في الرصد ديال المخالفات، كذلك في الضمان ديال السيابه ديال السير، كذلك في المشاركه في الاعمال النظاميه باش تسمى دائما تبقى الفضاء الطرقي فضاء كيشد انسيابيه وحركيه عاديه.